اشتغلت في السينما في عصرها الذهبي، واشتغلت في السينما دلوقتي. اذكر 50 فرق بين الصورتين. ايه الفرق؟ انت حسستني اني جاي من ايام الابيض واسود. لا انت اشتغلت، لا ما قبل 2011 سينما وما بعد 2011 سينما، ولا جدال على كده. صح ولا غلط؟ في كل حاجه. كمان السوشيال ميديا غيرت حاجات كتير، في كل حاجه، في كل اوجهها. حاجات كتير فيلم اللي هي فيلم بيكيا. بيكيا. بيكيا كان 2018. لا انت اشتغلت كتير بعد 2011. لا بيكيا وعملت ابو اخته وعملت وخلبوس وجوجل والحفله عملت كتير. فانت واشتغلت قبل كتير. هي بتختلف من شركه لشركه، بالنسبه لي ما شفتش اختلافات. مش لا السوق والسينمات والايرادات والتقفيل وفرق التيكتس وكل ده طبعا. لا تقفيل السينمات، وكان مش عارف فيلم مين نازل مع مين وموزع ومين. في الاخر في الاخر خالص انت شغال مع انهي شركه وبتحتويك ازاي وبتحتوي الفيلم ازاي. في حد يخش على الفيلم يسلقه لك، وفي حد لعب مقاتل، واشكال الدعايه مقاتل معاك في الفيلم ومقاتل في الدعايه، وده رزق بقى يعني. مش كل الناس بتبقى على نفس القلب يعني. في شركات حطيتها في البلاك ليست اللي هو مش هتشتغل معاهم يعني، اختياراتهم وطريقة. والله بيحصل بشكل مؤقت، ما بتختلف. لا وعلينا دي في الاخر سودا نيفر سي نيفر. نيفر سي نيفر. بتتقابلوا بترجعوا تاني. او انا بسامح بسرعه ما اعرفش. لا هو نيفر سي نيفر في السوق بتاعنا ده. اوعي تقولي مش هيحصل، كل حاجه بتتغير كل يوم. الحفله ايه اللي خلى قلبك يجيبك انك تطلع مش بطل، رغم انك انت كنت في الوقت ده بطل، وتعمل الدور ده؟ طبعا هو الدور كسر الدنيا، وانا واحد من الناس لو انت هتقول لي اكتر دور بتاعي احب اتفرج على محمد رجب فيه. انا بحب جدا الدور وبحب الفيلم قوي. لا يعني انا بحب حبيبي وعشره عمري. انا ده عارف طبعا العلاقه بينكم مع بعض في من ايام مذكرات مراهق. الدور ايه اللي خلاك تقول اوكي؟ يعني انا عارف ان انت ما عندكش مشكله انك تجي. اول حاجه وائل، وائل عبد الله ليه فضل عليا في انه قدمني في بدايات حياتي وشاف فيا النجم. وانا كنت شغال خلاص وبعمل افلامي وكده، فكلمني قال لي في موضوع عندي كويس. رحت المكتب، وزي ما هو معتاد ما ادكش ورق. بيحكي لك. لان كنت انا وعز ماضيين في نفس التوقيت، بيعمل له فيلم يخلص يدخلني وهكذا، يخلص يدخل عز. فقرا الورق، قلت له تمام انا معاك. بس الموضوع حصل كده من غير ما حاولتش اقنعك وما حاولتش ترفض. بس عشره عمر يعني. يعني مش كنت شايف حاجه في الورق ايه اللي خلاك توافق؟ ولا ظباط كتير جدا، لطاف جدا ولزاز جدا. مش هو الكاركتر اللي متعرف عليه انه لازم يبقى عنيف عنيف و خالص. هو دي كانت بدايات احمد علاء المخرج، صح كده؟ يعني دي كانت احمد علاء المخرج، كان اعتقد الحفله ده بدايته. كان تقريبا ما اعرفش هو تاني فيلم، بس انا اول مره اشتغل معايا. بس كانت فكره حلوه بتاعت الريفرس، بتاعت الحكايه اللي انت تسمعها بكذا طريقه طول الوقت. انا شفت الضابط بالشكل اللي انا قدمت عليه، شيك، دمه خفيف وبسيط، انسان في الاخر يعني. كان بيحطوه في قالب كده معين، انا شايف ان هو مش منطقي. الـ 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 الخطوه اللي جايه او الحاجه اللي جايه، يعني انت بتحضر فيلم نفس السكه، ولا ناوي تطلع بره كل اللي عندك؟ يعني الكوميدي اللطيف اللي في وسط حكايه. لا لا لا، موضوع تاني خالص. انا غبت وعشان راجع لازم افكر في تغيير جلد بقى بشكل. عملت اكشن في كلاشينكوف وما كررتهاش. ازاي؟ هو في فيلم عملته ما فيهوش اكشن؟ لا بس كان كلاشينكوف ده قاتل محترف، ده سيريال كيلر اللي هو حاجه. انا بحب الفيلم ده جدا. طعم لوحده. يعني ليه ما جربتش تكمل ده، وخصوصا انك عملته حلو قوي اللي هو القاتل المحترف؟ طب ليه ما الحفله انا عامل دور الضابط ده خدت فيه 3 4 جوائز والناس حبوه جدا وكان دمه خفيف جدا، ما قررتوش؟ ماشي. انا ما بحبش استرس على حاجه. بس اللاين عليها الاخ الكبير. الاخ الكبير طبعا عمل بص نجاح خيالي، وكنت ممكن اعمل جزء تاني. لا ما كنتش حاسس ان الاخ الكبير فيه من ريحه سلامه وقته. لا عشان شعبي بس. ده استسهال بس في انك انت تشوفه زي ما عملت الاخ الكبير وضربت معلم. ما جالي تعليقات ان هم لا هم ما لهمش علاقه ببعض. لا وده نجح وده نجح وده فوق علي. دي تمت صعود ضربت معلم، تمت صعود، وبتكلم فيها عن بر الوالدين. ان انت لما تبر ابوك وامك الدنيا كلها تجيلك تحت رجلك. ده موضوع
والاخ الكبير سواء اوبر بيتكلم عن الاخ ورجوله الاخ في البيت المصري ازاي يعرف يحتوي بيته ويحتوي اخواته البنات. ده موضوع وده موضوع. فانت ما بسمعش التعليقات اللي هي اللي فيها سذاجه دي.